صعدت قوات النظام من قصفها لقرى وبلدات جنوب مدينة إدلب، حيث تتعرض مدينة أريحة منذ يومين وحتى الآن لسلسلة قصف صاروخي ومدفعي تستهدف داخل الأحياء السكنية في مدينة أريحة. هذا القصف تسبب بوقوع ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين. الأمس كان هناك أيضا قصفا مدفعيا استهدف داخل الأحياء السكنية في مدينة أريحة. تعتبر مدينة أريحة أكبر خزان بشري موجود جنوب مدينة إدلب، ومن المتوقع أن تكون هناك موجة نزوح جديدة في حال استمر هذا القصف على تلك المدينة. بلدات أخرى وقرى في جبل الزاوية وجبل الأربعين تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي مماثل. لم يختلف الوضع كثيرا ما بين جنوب مدينة إدلب وما بين شمالها. تطورات جديدة وقصف مدفعي طال قرى وبلدات لم تقصف منذ أشهر. هنا حيث نتواجد تعرضت محيط مدينة معرة مصرين لقصف مدفعي مكثف، كما تعرضت بلدة كفرية لقصف مماثل استهدف الأحياء السكنية داخل البلدة. قرى وبلدات أيضا في ريف حلب الغربي تعرضت لقصف مدفعي مصدره قوات النظام المتواجدة في 1046. وبالتزامن مع هذا القصف الحاصل هنا في هذه المنطقة، كان هناك عبور لرتل تركي لوجستي بحسب شهود عيان. هذا القصف أدى إلى توقف العملية التعليمية في جبل الزاوية. بحسب مديرية التربية والتعليم في مدينة إدلب، توقفت العملية التعليمية في كل من بلدات إشنان وفريكيا، بالإضافة إلى بلدة البارة ومدينة أريحة وقرية الرامي في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب الشمالي.